حذر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قادة الدول الإفريقية من خطر تنظيم الداعية الإسلامي فتح الله جولاً في إفريقيا، والذي ينشط في العديد من دول القارة تحت ستار تقديم خدمات تعليمية. وأضاف أردوغان قبيل جولته التي تشمل موزمبيق ومدغشقر وتنزانيا أنه يريد أن تعرف جميع الدول خطورة تنظيم جولاً الإرهابية عليها.